السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدي برنامج أخباركم في آخر يوم في هالأسبوع. إذن مشاهدينا الكرام، هي أخبار محلية ننقلها لكم من مواقع التواصل الاجتماعي. حياك الله أخي سلمان. حياك الله خالد، وحيا الأستاذ المشاهدين في الحلقة 200. أخبار جديدة محلية نبدأها بالعنوان. إدارة المرور توضح ضوابط إيقاف مستخدمي الجوالات أثناء القيادة. ومؤسسة النقد تزيد الحد الأقصى من التمويل العقاري لتملك المسكن الأول، واقتصاديون زيادة التمويل سلبي على المواطن. محلل عسكري: انتظروا ردا سعوديا صارما إذا اقترب الحشد الطائفي من الحدود. أبل تعتزم استثمار مليار دولار في صندوق رؤية سوفت الذي دشنه صندوق الاستثمارات العامة مع شركة يابانية. وأخيرا، رسالة SMS أرسلتها إحدى المدارس بالخطأ تفقد ولي أمر الطالب وعيه. كانت هذه مشاهدينا أبرز عناوين حلقة الليل. نذهب الآن إلى الأخبار بالتفصيل. أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أنه لا يتم إيقاف من يستخدم الجوال أثناء القيادة 24 ساعة مباشرة، وقال يتم إيقاف من يستخدم الجوال من قبل رجل المرور بعد التأكد من سجله بالحاسب الآلي، فإن كان يوجد مخالفة عليه من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية فهذا يستدعي عرضه على هيئة الفصل للنظر في أمر إيقافه لتكرار المخالفات عليه. ومن ناحية أخرى، أشارت دراسة حديثة أجراها كرسي الأمير خالد الفيصل أن مخالفات السير زادت بعد تطبيق نظام ساهر، ولا علاقة بين رفع قيمة المخالفات بتحسين سلوك السائق. إذن مشاهدينا الكرام، تفاعلات كبيرة من المغردين مع هذه الأخبار المتتالية من المرور. نستعرض بعض التغريدات اللي جاءت تفاعلا معها. نبدأ مع تركي الحقباني اللي قال في تغريدة أولى، خلينا نشوف التغريدة. تقول:
تمتلك حزمة من الأنظمة والعقوبات الرادعة والتي تكفي بأن نرى طرقنا وشوارعنا في أمان، ولكن هل تطبق؟ وأحد الحسابات الأخرى يقول اللي يسوقوا ماسكين جوالاتهم أكثر من اللي يسوقهم منتبهين للطريق. قرار السجن لمستخدم الجوال أثناء القيادة نحتاج. فقط في السعودية مغرد آخر يقول للأسف أول من يستخدم الهاتف أثناء القيادة هو شرط المرور نفسه، طبعا رأيه ويحترم. للحديث أكثر خالد والسادة المشاهدين عن هذه عن حقيقة هذه المخالفات المرورية معنا الآن على الهاتف سعادة العقيد طارق الربيعان وهو المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور. حياك الله سعادة العقيد. يا هلا وسهلا، مساك الله بالخير والسادة المشاهدين والمشاهدات. الله يحييك. شفنا أمس بيان، بس يا ليت توضح لنا بشكل سريع ايش هي المخالفات اللي تأثر اللي أشرت لها اللي تأثر عشان يوقف 24 ساعة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة الشكر حقيقة على تسليط الضوء على هذه المخالفة العامة اللي يعني الجميع لا ينكر أنها أودت حياة بعض الأشخاص استخدام الجوال سواء كان هو المخطئ أو مخطئ عليه أو تلفيات المركبات أو غيرها، لكن الجميع يعترف الآن أنه أو الأغلب يعترف أنه استخدام الجوال أثناء القيادة يعتبر أحد أسباب الرئيسية في وقوع الحوادث المرورية. والشيء اللي شفته أنا حتى لو كان الهاشتاج اللي طلع يعني ما هو صحيح بالنسبة للإيقاف مباشرة لمن يقود المركبة أو يستخدم جوال أثناء القيادة لمدة 40 ساعة، لكن شفيت أنه المجتمع أيد هذا القرار لو نفذ مستقبلا. صحيح. لكن هو منفذ الآن جزء من يعني أنه وتصحيح طلع قصاص الجريدة والنشرات بعدها طلع توضيح لها اضطرنا إلى تصريح رسمي عن طريق اللي هو حساب المرور السعودي في تويتر. صحيح. وأنت سألتني في بداية اللقاء الله يطول عمرك عن المركبات، احنا نتكلم عن الطريقة الآن رجل مرور لما يستوقف المخالف أثناء قيادة ويستخدم الهاتف ويستخدم الجوال أثناء قيادة
الاخلاقيات تعتبر من المخالفات المؤثره على السلام العام كما صنفها المرور. يعني واخر اي اي يعني لو مسكت واحد قاعد يستخدم جواله تاكدت عن حاسبه حصلت عند نفس المخالف مسجل عليه يستدعي الامر ان يعرضه مباشره على هاي التفاصيل لانه مكاتب هاي التفاصيل باداره المرور في المملكه على مدار الساعه تعمل واقدر اني اعرض لاي مخالف اي ساعه كانت تعرض اذا كان مستدعي عرض هاي التفاصيل. طبعا ما تقدر بعد يعني عرض اوراق وتاكد من حاسب جلاده واخر مخالفه اللي هي عدم التوقف عند اشاره قف اذا وجدت هذه المخالفات عليه الشخص كان طيب. جواله وتم استقطابه لكن اذا ما كان الشخص اتضح انه خاطئ تماما من المخالفات هذه او مخالفات اخرى غير مؤثره على السلامه يكتفى بتسجيل المخالفه عليه اللي هو استخدم طيب. الهاتف المحمول والتاكيد عليه بعد التكرار. سعادة العقيد الحين كثير ناس صراحة يقولون انه عز الله كل الشعب يبات في شو اسمه في التخشيب، لكن السؤال الحين ليش ما حطيتوا نظام نقاط؟ اذا كان عندك اكثر من نقاط معينة ومسكناك انه ياخذوا الى التوقيف. لا هو شوف الان التوقيف ما في حد يدخل التوقيف الا بعد ما يصدر قرار رسمي، لانه تعرف هيئات الفصل المخالفات المرضيه هذه تحت مظله وزاره الداخليه، لا احد يقدر يسمي لها كلام يعني لانه يعتبر القرار الصادر زي الحكم الصادر من المحكمة، فلا بد أنه واجب التنفيذ. فكل هيئة فيها يوقع على قرار أربع أعضاء من الزملاء وأغلبهم طبعا جميع الضباط وكلهم معهم شهادات. يعني الحق تقولوا انه ما هي بهالسهولة انه الواحد يروح للتوقيف صحيح؟ ما بها السهولة لكنه في عدد كبير أنا أقول لك ما هي مسألة محكمة دوامها دوام رسمي، لا هي على مدار الساعة القرارات تصدر موزعة مدار الساعة. بالنسبة للنقاط أنت أشرت نقطة مهمة، النقاط موجودة في نظام مرور ومتمنى إن شاء الله تفعيلها إن شاء الله مستقبلا تصل إلى سحب الرخصة مدى الحياة، وفيها سحب الرخصة مدة شهر وثلاث شهور وست شهور، فهذه موجودة إن شاء الله نظام النقاط إن شاء الله يعني إن شاء الله نقول قريب العاجل بإذن الله إنه يكون يعني مطبق على أرض الواقع. واضح. إذن سعادة العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لمداخلتك. خلونا المشاهدين الكرام نروح للخبر التالي.
قررت مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل العقاري إلى قيمة المسكن الواردة في المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، وينحصر ذلك على المواطنين. صحيح خالد، وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي أن قرار المؤسسة جاء بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، حيث تبين للمؤسسات تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل، بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري. في نفس السياق، وصف الكاتب الاقتصادي الأستاذ عبد الحميد العمري قرار مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك للمواطنين، وذلك لتملك المسكن الأول، وصفه بأنه سلبي على المواطنين. ورأى العمري أن سلبيات القرار أكثر من إيجابياته في وقت بدأت الأسعار المتضخمة عقاريا بالتصدع والانحدار، متوقعا أن يتحجج به تجار العقار لإيقاف التراجع وهو ما لا يجدي. هذا الخبر مشاهدين الكرام لقي تفاعل صباح هذا اليوم مع من المغردين. خلينا نستعرض بعض التغريدات. نبدأ مع المغرد مشعل بن فهد. مشعل يقول شافوا بيوتهم جالسة والسوق نام وبدأ بالانخفاض، طلعوا لنا بحلول قد تساهم في تحريك سوق العقار. المواطن XX. شفر. فريد يقول أيها المواطنون لقد تكالب عليكم المواطنون، وليس لكم إلا التعاون والتعاضد والمقاطعة لسلعة كل فاسد. روان تقول في تغريدة أخيرا نستعرضها مع هذا الخبر، ترهن 50% من راتبك 30 سنة وفي الأخير يحق للبنك سحب العقار في حال تعثر المواطن عن السداد، احذروا. صحيح، وللحديث أكثر عن هذا القرار وتبعاته معنا على الهاتف الأستاذ داود المقرن، مدير إدارة العقار بشركة أسواق العثيم. حياك الله أستاذ داود، ونرحب بك في برنامج أخباركم. يا حياكم الله. باختصار أستاذ داود، ماذا يعني هذا القرار على المواطن وحتى على سوق العقار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هذا القرار
الجميع يحترم. فلما تجي للمواطن تقول ان الدفعه 30% مهمه جدا، بالتالي ستقلل من عدد الذين سيتملكون المنازل. تخفيضها الآن إلى 15% هو نقطة إيجابية، لا سيما وأن البنوك تحصنت في حقها في إعادة هذا التمويل مع الفائدة التي تستثنيها من هذا التمويل. طيب أستاذ داود، هل القرار هو يعني توريط مثلا للمواطن في قرض يمتد إلى سنين طويلة وإنقاذ للسوق العقاري الآن من الهبوط اللي موجود فيه؟ لا، هو شوف، يعني ارتكاب أخف ضررين. احنا عندنا المواطن الذي لا يملك المبلغ الكامل لامتلاك المنزل، عنده خيارين: اما الاستمرار في دفع الايجارات ودون اي فائده تعود عليه في المستقبل، او انه يقتدر بامتلاك هذا المنزل. بلا شك اثبتت الدراسات واثبت الوقت انه الاقتراض لاجل هو القرار الصائب في السوق العقاري. هذا القرار في رأيك صائب من وجهة نظر عقاري ولا من وجهة نظر مواطن؟ لا، أنا مواطن. ترى العقاريين حلوين ومواطنين في نفس الوقت. لكن أنا أقول لك الآن لو حسبها الإنسان حسبه، طبعا لابد أن تكون المعادلة على نفس المنتج العقاري. الشيء الثاني أنه يأخذ الإنسان التمويل بما يناسب المرتب، يعني انت تحاول انك تاخذ سكن يناسب المرحله التي انت ستعيش فيها، يعني ليس بالضروره ان ابحث على بيت مساحته 500 و600، انا ابحث على قدر دخلي. كثير من الناس يعني المعادلة عنده إلى الآن ما هو مستوعب قضية بيت العمر، يعني احنا دائما ننادي ان يكون عندنا بيت المرحلة وليس بيت العمر. واضح أستاذ داود. إذن الأستاذ داود المقرن وهو مدير إدارة العقار بشركة السواق عبد الله العثيم، شكرا جزيلا لمداخلتك. خلونا المشاهدين الكرام نروح للخبر التالي. أكد العسكري العقيد المتقاعد إبراهيم المرعي أنه لا يمكننا النظر لمناورات الحشد الإرهابي إلا بقلق بالغ، ونحمل هذه المناورات ضمن إطار التهديد للأمن.
الوطني السعودي والخليجي، ولا ننظر إليها كمناورات عادية. وقال في اتصال مع قناة دي دبليو الألمانية: سنرد بصرامة وقوة عسكرية إن اقترب الحشد الطائفي الإرهابي من حدنا الشمالي. وهذه معلومة يجب أن تكون لدى صانع القرار في بغداد. وأضاف: نأمل أن تستعيد الحكومة العراقية قرارها من طهران إلى بغداد، مؤكدا أن السعودية نفذت قبل سنوات تمرين سيف عبد الله للتعامل مع التهديدات على ثلاث جبهات مختلفة، هي البحرين، الحدود العراقية، واليمن. وتفاعل كثير من المغردين مع هذا التحليل العسكري في تويتر. بدأها عبد الله البشري يقول: الحشد الشعبي الفاسد هي نسخة الحوثي المجرم، وهم خطر على حدود المملكة العربية السعودية، ويعجبني هذا التصريح ويمثلني. الكاتب السياسي الأستاذ أنور مالك يقول في تغريدة أخرى: ميليشيا طائفية تمارس الإرهاب تحت شعار الحرب عليه، والعالم يتحمل مسؤولية جنائية تجاهها، والسكوت عنها تواطؤ مع مجرمين بحق الإنسان. الدكتور عبد الله الغامدي يقول في ذات الهاشتاج: مطية الغرب لتنفيذ أجندتهم في المنطقة وبأبشع صور القتل والتدمير وكذلك التهجير للأغلبية. يبقى الغرب نزيها ويعلم أن الحشد لن يؤذيهم. صحيح خالد. خلينا مشاهدين الكرام نروح الخبر التالي. تعتزم شركة أبل الأمريكية استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد رؤية سوفت، والذي دشنه مؤخرا مجموعة سوفت بانك اليابانية وصندوق الاستثمارات العام السعودي. ووفقا للمتحدث باسم شركة أبل، فإن الشركة تعتزم بعد التعاون الطويل والاستثمار مع شركة اتصالات يابانية تتبع لمجموعة سوفت بانك اليابانية تطوير تكنولوجيا ذات أبعاد استراتيجية، وكذلك تمويل تقنيات حديثة ستستخدم في المستقبل. يذكر أن الصندوق الاستثمارات العامة السعودي يبحث استثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا، بينما تساهم سوفت بانك باستثمار يتجاوز إجمالي 25 مليار دولار. إذن هذه الحركة من أبل تدل على يعني جدوى على الأقل من هذا التحالف اللي صار بين صندوق الاستثمار السعودي و سوفت بانك. سوفت بانك صحيح تمام. إذا مشاهدينا الكرام نروح وياكم المشاركات واللي وصلتنا.
نبدأ مشاركاتكم. نعم، مشاركاتكم مشاهدينا الكرام التي وصلتنا مع الحد الجنوبي مع جنودنا البواسل وهم يستبشرون بالنصر بعد هروب الحوثيين من جحورهم وترك عتادهم. نشاهد. يعطيك العافيه يا ابو انس، الصراحه بيجي هنا فيصل بالمويه تغلفوها
الجميل في الموضوع انه العام المكمل يعني ما عليه من حش غالي وتصور ومن الرياض وسطر مسلح في وضح النهار من مقنع على احد الصيدليات نشاهد إذا مشاهدينا الكرام بهذا المقطع نكون وصلنا إلى ختام حلقة نهاية الأسبوع لهذا الأسبوع شكرا لك خالد شكرا لك أيضا أخوي سلمان وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة نلتقي بكم بإذن الله مطلع الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته